ويؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت؟ اسمك حسن عبد الحميد العطار. ايه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ انا ما عملتش حاجة حد الظابط. راحت فين المحبة اللي كانت جواكم؟ ايه اللي حصل؟